اليوم رح نحكي عن كتاب ضروري انكم تقروه، خاصة اذا كنتوا حابين تكتبوا رواية او حابين تكتبوا سيناريو فيلم سينمائي او تلفزيون. تابعوني لاخر الفيديو لحتى اكيد خبركم تفاصيل اكتر عن الموضوع. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل لحتى يوصلكم كل فيديو جديد عم نزله كل اسبوع. نحكي عن كتاب لكاتب كتير معروف، من أهم الكتاب يلي يمكن مرقوا بالتاريخ، وهو غابرييل غارسيا ماركيز. الكتاب تبعه عشتو لأروي. قبل ما نبلش نحكي عن ماركيز وعن كتابه عشتو لأروي بالتحديد، لازم خبركم شيء كتير مهم. ضروري قبل ما تبلشوا تقروا هيدا الكتاب بالذات انكم تقروا اعماله لغابرييل غارسيا ماركيز. ما رح فيكم تفهموا مزبوط هيدا الكتاب وتتعمقوا فيه الا اذا قريتوا على القليل كتابين او ثلاثه من اعماله وكنتوا فاميليير اكثر مع الستايل يلي هو بيكتبه وطريقه التفكير تبعه هو كشخص وككاتب بنفس الوقت. ما رح ادعي اني قاري كل كتبه لماركيز او كل كتاباته، لانه بالنهايه ماركيز كان كمان صحفي وكان كاتب روائي وايضا كان سيناريست، ولكن قريت عدد كتير كبير من الكتب. عندي منهم كتب ورقيه، مثلا في ساعة نحس، هيدا كمان الكتاب كتير حلو، ان شاء الله نعمل فيديو عنه باسبوع لاحق. مئة عام من العزلة، أكيد الرواية يلي هي أشهر من نار على علم، ويعني تكاد تكون أحد أهم روايات ماركيز، كمان رح نعمل عنها فيديو لاحق. الحب في زمن الكوليرا، مين ما بيعرفها هيدي القصة يلي هي تحولت لفيلم سينما. بس ليلي مش قاري رواية وحاضر الفيلم، أنا أكيد إنه لما تقروا رواية رح تحبوا رواية أكتر. إيرنديرا البريئة، كمان قصة كتير مشوقة وحلوة، كمان صغيرة يعني بتخلص دغري، منها مثل هوليك الكتب شوي كبار، بنصحكم أكيد تقروها. خريف البطريق كمان لماركيز، كمان احدى اهم روايات، واكيد ماركيز عنده روايات كتير اكتر من هول يلي انا موجودين عندي. انا موجود عندي روايات اكتر، بس تعرفوا لما نصير نعير كتب لاصحابنا كيف بيروح الكتاب بطل يرجع. لازم تقروا على القليلة روايتين لغابرييل قبل ما تبلشوا تقروا هالرواية بالتحديد عشتو لأروي. ليه؟ لأنه هيدي منا رواية بيور، هيدي مذكرات وهيدي سيرة ذاتية لهالكاتب العظيم. غابرييل غارسيا ماركيز ولد بكولومبيا سنة 1927، أكيد في بعض المصادر بتقول انه ولد سنة 1928. تعرفوا بهيداك الزمن ما كان في أرشيف بشكل منظم، وكان في حروب والأوراق بتضيع، سنة بالزايد سنة بالناقص مش مشكلة. هو كان الأخ الأكبر ل 11 طفل غيره، كان عنده بعتقد 6 صبيان وأربع بنات. رح نحكي تفاصيل أكتر عن حياته أكيد انطلاقا من الكتاب عشتو لأروي، لأنه بهذا الكتاب هو عم يحكي عن تفاصيل حياته. غابرييل غارسيا ماركيز حاز على جائزة نوبل للأداب سنة 1982. مثل ما ذكرت عنده روايات عديدة، أسلوبه بيتميز عن غيره من الكتاب بشكل كتير كبير. كان يكتب بأسلوب الواقعية السحرية أو ما يسمى بالماجيكال رياليزم. هيدا الأسلوب بعتقد بلش فيه كافكا بالأول، ولكن مع ماركيز منشوف إنه هيدا الأسلوب عنده هيك معقد أكتر، متشابك أكتر. وأخذ ماركيز الماجيكال رياليزم لا مطرح كومبليتلي ديفرنت عما اخذوا كتاب غيره. عشتو لأروي كتاب غني جدا وضروري انكم تقروه، خاصة اذا كنتوا حابين تكتبوا سيناريو. شو السبب؟ لانه هو منو سيرة ذاتية عادية، هو قصة حياة احد المع الكتاب يلي مرقوا بالتاريخ او تاريخنا الحديث.
بهذا الكتاب بخبر مركز قصة حياته من طفولته مراهقته وصولا لاندماجه بالعمل الصحفي ولاحقا الأدبي وغيره مرورا بكل الأحداث السياسية يلي مرقت على كولومبيا. فيمكن اعتبار هذا الكتاب مثل أرشيف لأنه بيعكس الواقع اللي كان سائد بوقتها وبيعكس الأحداث السياسية وحتى الحروب والمجازر اللي كانت عم بتصير بوقتها، ولكنه أيضا بخبرنا كيف الكاتب بيفكر وكيف الكاتب بيستوحي شخصياته وبيستوحي أعماله من أشخاص حقيقيين عايشون أو من أحداث حقيقية كمان هو عايشها واختبرها بنفسه. فضروري كل كاتب عباله أنه يترجم يمكن قصة خطرت عباله بسيناريو لفيلم سينما أو برواية، أنه يقرأ هذا الكتاب لأنه هذا الشيء رح يعطيه معلومات كتير قيمة حول كيف بيفكر الكاتب وكيف ممكن أنه نحول أحداث حقيقية نحن عايشينها لا سيناريو أو لا رواية. ببلش مركز خبر بهيدا الكتاب عشته لأروي مذكراته من وقتها ما كان طفل صغير، كان عايش ببيت جده، ما كان عايش مع أمه وبيه لأنه مثل ما قلت لكم كانوا 12 ولد وكان البيت مكتظ جدا وهن من عائلة فقيرة، يعني بيعانوا من فقر مدقع. فبعثوا الأهل مركز لعند ست وجده لحتى يعيش معهم كرمال يخففوا شوي على حالهم هم مثل ما بيقولوا. فتربى مركز يمكن لعمر 10-11 سنة مع سته وجده، وهون كتير بيبين الأثر يلي تركه جده خاصة على مركز بكل رواياته التانية اللي ذكرتها وخاصة بمئة عام من العزلة. هيدا الشخص يلي كان يسمى أو أطلق عليه لقب الكولونيل، هو ما كان كولونيل بشكل رسمي جده لما مركز، ولكن أطلق عليه هيدا اللقب كونه كمان كان من المقاومين وحاربوا وظل فترة كتير طويلة ناطر أنه الدولة تعطيه تعويض أو تعطيه معاش تقاعدي لحتى يقدر يعيش هو ومرته وحفيده، ولكن أكيد هيدا المعاش تقاعدي ما قدر ياخده أبدا. و هون في فكرة كتير أساسية بيخبر عنها مركز كمان وموجودة بكتير من رواياته، وهي فكرة الانتظار. فكرة الانتظار بأدب مركز هي مستوحاة من فكرة انتظار جده الكولونيل لهالمعاش تقاعدي يلي ولا مرة قدر انه يحصل عليه. وهون بنقدر يعني نكتشف أكتر كيف الكاتب بيقدر انه يلاحظ اشياء يمكن نحن الناس العاديين ما فينا نلاحظها او ما بتأثر فينا بنفس الطريقة، وكيف بيقدر انه يحولها لفكرة ادبية تتمحور حول عدد كتير كبير من الروايات اللي رح يكتبها. وطبعا هيدا الشيء بينطبق نفسه على كتاب السيناريو. بخبر مركز بهذا الكتاب الكتير حلو كيف عاش طفولته مع جده وسته، كمان سته أثرت عليه بهذا البيت الكبير يلي كان عايش فيه يلي هو بيت فقير بقرية كتير صغيرة. سته كانت دايما تطبخ أكل زيادة عن اللزوم لأنه كانت دايما تقله أنه ما منعرف مين ممكن يجي لعنا، فكان البيت دايما مفتوح للزوار يلي يجوا من كل أنحاء البلاد لحتى يمكن ياخدوا استراحة ببيت الكولونيل أو لحتى يزوروا، أو إذا ببساطة ما عندهم مكان يقويهم بهالكم ليلة يلي بدهم يقضوها بالقرية فكانوا يقصدوا هالبيت المفتوح دايما. هيدا الشيء كمان أثر على جابرييل الصغير لأنه هالبيت المليء والذي يعج يعني دائما بالزوار من كافة الأعمار من كافة الطبقات الاجتماعية والخلفيات كمان يعني انعكس بشكل كتير كبير على كتاباته وساهم بشكل أكبر بتكوين شخصيته وحشريته هو كطفل يلي رح يحولها بمرحلة لاحقة نحو الكتابة. وإحدى الأخبار الكتير مهضومة يلي بخبر عنها مركز بهيدا الكتاب كمان حبه للقراءة والمطالعة، كان يقرأ كل شيء أي كتاب موجود ببيت جده ياخده ويقرأ،
لدرجة أنه اكتشف بعد فترة طويلة أو بعد سنوات مما ترك بيت جده أنه بعمر كتير صغير كان عم يقرأ كتاب ممزق ومخزق وما معروف شو هو هالكتاب، ولكن كتاب كتير حلو شده، وهو كتاب بيحكي عن قصص سحرية. لحد ما كبر مركز وتعرف أكثر على الأدب لاكتشف أنه بوقتها كان عم يقرأ كتاب ألف ليلة وليلة. بيكمل جابرييل ماركيز بكتابه عشته لأروي ليخبر كيف رجع على بيت أهله ليسكن مع أمه وبيه من بعد ما صار تقريبا عمره 11 أو 12 سنة، وهو الأخ الأكبر ل 12 طفل، فكان عنده مسؤولية كتير كبيرة. وضع أمه وبيه ما كان أبدا، وضعهم المادي ما كان أبدا منيح، كانوا عايشين بفقر كتير كبير. البي هرب من مسؤولياته وسافر وترك المسؤولية على الأم وعلى جابرييل الكبير، وهذا الشيء خلى جابرييل انه يعيش يعني شبه مأساة، لانه الام ما كانت قادره حتى تلاقي يعني خبز لطعم اولادها بهالمرحله الكتير كانت سوداء بتاريخ كولومبيا وبعائله مركز تحديدا. ولكن بالرغم من كل هالمأساة اللي كانت محوطته، كان الحرب إن كان الضغوطات اللي عم تعيشها البلاد، ضغوطات سياسية واقتصادية، وإن كان حالتهم العائلية الاقتصادية، دايما مركز كان يلاقي وقت للقراءة للمطالعة وحتى للموسيقى. وبخبر كيف كان يهرب أوقات من بيته ويروح على المقاهي تبع البلدة اللي عايش فيها أو المطاعم مطرح ما بيكونوا حاطين موسيقى ويسمع الموسيقى، طبعا لأنه بالبيت عندهم ما كان عندهم راديو، فيسمع هالموسيقى من المقاهي ويحفظ اللحن ويرجع على بيته ويعلم إخواته اللحن حتى يعني ينشر شوية فرح بأجواء العيلة يلي هي بالعادة كانت تكون أجواء حزن وقهر. كمان مركز كان لعمر بعمر المراهقة كان عضو بفرقة فنية، كان يغني هو وخيه، فكانت الموسيقى بتشكل يعني جزء كتير كبير من حياته. كان يقضي الصيفية كلها بهيدي الفرقة يتمرن لما ما يكون عنده مدرسة. على سيرة المدرسة، ما كان تلميذ شاطر كتير، ولكن كان تلميذ بحب يطلع حشور أكتف كتير، وحتى يمكن مثل ما نقول يتشيطن بالمدرسة لدرجة انه بأوقات كتير كان ينطرد من مدرسته. كمان بخبر ماركيز كيف كانت امه بسبب الوضع المادي السيء اللي عم بيعيشوه بالبيت تطبخ نفس الطبخة لمدة يمكن اسبوع او اكتر لحتى تقدر تطعم ولادها، او كانت حسب ما بذكر تجمع العظام تبع الخنزير وتغليهم كل يوم كل يوم تغليهم حتى تقدر تشيل المرأة وتقدر انها تطعم ولادها منهم، لانه ما كانوا بيملكوا اي نقود كرمال يقدروا يشتروا اكل. بعد فترة من الزمن بيرجع بيو من السفر وبينتقلوا ليعيشوا ببوغوتا. بيو بيفتح صيدلية، وهناك مركز بيروح على المدرسة الثانوية، وببوغوتا بيتبلش يتعرف اكثر على الادب وعلى الرواية وعلى الكتابة. هو دايما كان يكتب أشعار، ولكن بهذه المرحلة ببلش يكتب خطابات سياسية وخطابات اجتماعية وغيرها. في المرحلة نشر مركز أول قصة له، بلش ينشر قصص قصيرة بالجرايد بوقتها، وبيخبر كيف لما نشر أول قصة له ما قدر أنه يشتري الجريدة لحتى يشوف القصة قدامه ويقراها، لأنه ببساطة ما كان معه حق هالجريدة، يعني هل بدع القطع النقدية الكتير قليلة اللي هي جريدة ما قدر يأمنها مركز لحتى يقدر يشتري هالصحيفة ويتركها عنده تيقرأ فيها أول قصة قصيرة نشرها بحياته. ففعلا كان وضعه المادي كتير سيء، ولكن هيدا شيء أبدا ما وقفه من أنه يلاحق الطموح تبعه وطموحه من هو وصغير، وهو الكتابة والأدب والفن والرواية. ما اكتفى مركز بس بنقل أكيد قصة حياته الشخصية وتجربته ومعاناته مع العيلة أو الفقر وغيرها، ولكنه عكس يعني تاريخ كولومبيا بهيدا الكتاب. كتب مركز عن التمزقات يلي كانت عم تعيشها كولومبيا بهذيك المرحلة، كتب عن المجازر يلي كانت عم تصير، كتب عن الانتفاضات يلي صارت، كتب عن شهرة قرى الموز بوقت، كتب عن الضغوطات السياسية يلي كمان كانت حاصلة والضغوطات الاقتصادية وغيرها. كل التحولات والصراعات يلي عاشتها المنطقة
وحتى الواقع السياسي بالعالم الثالث ينعكس يعني بشكل مباشر بأدب ماركاز وخاصة بكتابه عشت لأروي. ففعلا هذا الكتاب فينا نسميه مثل كأنه أرشيف رائع، أرشيف مفصل، مش بس لكاتب، مش بس لحياة كاتب، ولكن لحياة مجموعة كتير كبيرة، لحياة وطن وأمة بأكمل. أكيد الكتاب موجود بالأسواق، تقدروا تحصلوا عليه من المكتبات أو فيكن تحصلوا على نسخة أونلاين منه بعدد كبير من اللغات غير اللغة العربية، من اللغات الأجنبية. كل أعمال ماركاز ترجمت لعدد كتير كبير من اللغات. رح يكون لنا حلقات قادمة حول روايات ماركاز التانية اللي ذكرناها وحول هيدا الشخصية المميزة. كمان قبل ما ننهي هيدا الفيديو بحب بس انه اقرا لكم جملة استهل فيها ماركاز كتاب، وهي جملة رائعة وفعلا ضروري انه دايما نتذكرها. بيقول ماركاز: الحياة ليست ما يعيشه احدنا، وانما هي ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه. وهذا شيء اكيد بخلينا نفكر اكثر بالتجارب الانسانيه اللي نحن منعيشها، كيف منعيشها وشو منترك منها. ونحن ككتاب، ان كنا كتاب سيناريو او كتاب روائيين، كيف ممكن انه نستخدم هالتجارب الإنسانية واليومية اللي منعيشها بكتاباتنا. لهون بينتهي الفيديو تبع اليوم. بتمنى أنه يكون عجبكم الكتاب. أكيد ما تترددوا أنكم تحصلوا عليه وتقروه. ناطرة تقروا لي رأيكم بالكومنتس، وأنا بلاقيكم الأسبوع الجاي بفيديو جديد. من هلأ لوقت، stay safe. باي باي.